الممثلة ستيفاني عطلة في مسلسل كريستال، تعرف على عمرها وجنسيتها وحبيبها وشاهد حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنها. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحمل الممثلة ستيفاني عطلة بأدوارها نكهتها الخاصة، فتسرق انتباه المشاهد بعفويتها وأدائها الطبيعي. منذ بدايتها في عام 2014 تمكنت دائما أن تجذب الأضواء لما تمتلكه من موهبة وما تتحلى به من كاريزما. وكذلك ما ينبع منها من إصرار، وهذا ما جعلها نجمة لبنانية تطرق على أبواب الشهرة العالمية. عمر الفنانة حتى الآن 30 سنة، ولدت الفنانة في بيروت في لبنان. جنسيتها لبنانية وفرنسية أيضا. سنوات نشاطها من 2014 حتى الآن. تتمتع ستيفاني عطلة بشخصية عفوية مرحة وجذابة في نفس الوقت، تنشر الطاقة الإيجابية أينما كانت. كما أنها قريبة جدا من الجمهور، تشارك معهم لحظات من حياتها اليومية وأعمالها الفنية باستمرار. أما على مستوى الشكل الخارجي فجمالها طبيعي بعيد كل البعد عن التكلف. وهي ممثلة ومغنية، ولدت لأب لبناني وأم فرنسية. بدأت بممارسة موهبتها منذ الطفولة في عمر 7 سنوات، حيث بدأت بالغناء. درست ستيفاني عطلة الإخراج وتخرجت من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وخطت بعدها نحو عالم التمثيل من خلال مسلسل ورد جوري. مسيرة ستيفاني عطلة حافلة بالأعمال الفنية، حيث أثبتت نفسها في التلفزيون كما شاركت في عدة أعمال في المسرح والسينما. في عام 2018 قامت بالمشاركة في كزدورة بشخصية ستيفاني ومسلسل بوح السنابل بشخصية مريم. وفي عام 2019 أثبتت عطلة نفسها وشاركت في 4 أعمال درامية، وهي ثواني وعيد بالقلب ومسلسل الديفا. أما في عام 2021 فقامت بالمشاركة في مسلسل 350 جرام بدور ليلى، ومسلسل حادث قلب بدور سمار. شاركت ستيفاني عطلة في عدة مسرحيات، منها مسرحية بالكواليس في عام 2017. في عام 2016 قامت بالمشاركة في مسرحية لايز اند لايكس بدور فابيان، وفي عام 2015 قامت بأداء شخصية سابين عندما شاركت في مسرحية ذا انفيتيشن. كما شاركت ستيفاني عطلة مؤخرا في مسلسل 350 جرام، وشاركت الفنان سلوم حداد وعابد فهد، والذي عبرت عن تقديرها وحبها له. وأكدت الفنانة: ما يلفتني في عابد فهد هيبته وحضوره القوي، وعلى عكس توقعاتي بالخوف منه إلا أنه ساعدني كثيرا وطاقته إيجابية جدا. ويذكر أن ستيفاني عطلة جسدت شخصية زوجة عابد فهد في المسلسل، وتعاني الشخصية من زواج فاشل وظلم مجتمع كبير لها.
تاريخ ستيفاني عطلة يتضمن سجلا فنيا غنيا بأعمال هامة في تاريخ لبنان، ومن بين هذه الأعمال يعتبر مسلسل كريستال نقطة تحول في شهرتها. وكذلك وصولها إلى الجمهور اللبناني والعربي، ويتميز المسلسل بقصته الجديدة والمعالجة الغير تقليدية وهو ما لم نشهده في أعمال سابقة. انتشرت عبر الصفحات معلومات تفيد بأن الفنانة اللبنانية ستيفاني عطلة قد تقاضت مبلغا قدره 100,000 دولار أمريكي عن دورها في مسلسل كريستال بشخصية فاي. وهو مبلغا يعد مرتفعا، ولكنه أقل بكثير من المبلغ الذي تقاضاه الممثل السوري محمود نصر الذي يشاركها بطولة العمل بدور الدكتور جواد فياض. مسلسل كريستال هو النسخة المعربة من المسلسل التركي حرب الورود، يعرض في الوقت الحالي ويحظى بنسبة حضور وتفاعل عالي من قبل الجمهور. استطاع مسلسل اعترافات فاشينيستا الذي عرض في عام 2021 أن يقلب حياة ستيفاني عطلة رأسا على عقب من خلال مشاركتها في البطولة مع الممثل والمغني اللبناني زار. لعب الثنائي دور زوجين يحاولان جعل حياتهما تشبه ما يرونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك تتعرض حياتهما الزوجية للتهديد والضغوط والمشاكل التي تحل عليهما. بعد أن كان الجمهور يتوقع وجود علاقة حب تجمع بين ستيفاني ونجم لبناني آخر، خرج زاف وستيفاني عطلة عن صمتهما بعد عام من التكهنات حول حياتهما العاطفية. قدم لنا أغنية البوكلة والتي حققت أرقاما قياسية وتربعت على عرش قائمة الأكثر استماعا في عام 2022. قرر الثنائي تخليد قصة حبهما من خلال هذه الأغنية التي كتب كلمتها معا. وتصف أيضا كيف وقع في الغرام، وتم تصوير المشاهد بشكل عفوي وهي تعكس حياتهما اليومية، مما أضاف لمسة رومانسية ساحرة.